بيحان لبيك يا بيحان بالروح والدم افديته السود ونمارك الشجعان الحوثي اليوم دقيته بعد المعاناه والأحلى. لا شيء سوى مظاهر الاحتفاء بالنصر تطغى على المكان هنا في بيحان، حيث يعيش الأهالي هذه الأجواء وترتسم مشاعر الفرح على وجوههم بعد تحريرها من الميليشيا الانقلابية. فرحة تأتي بعد تضحيات باهظة قدمها أبناء بيحان نتيجة الحصار المطبق الذي كانت تفرضه الميليشيا على هذه المدينة وتقييد حرية ساكنيها طيلة 3 أعوام وإبعاد آخرين عن ديارهم مكرهين. فبعد أن تمكنت قوات الشرعية من تحريرها عادت الحياة إلى طبيعتها في أحياء وأسواق المدينة. نحمد الله ونشكر على دخولنا بيحان، والحمد لله بعد عناء طويل بعد 3 سنوات وحنا متكفلين بالرمله الا ان الله نصرنا ودحرنا الاعداء، والان متواجدين داخل بيحان في امان ومن فضل الله. تنفست بيحان نسيم الحريه بعد تحريرها من الميليشيا الانقلابيه، لكنها لا زالت بحاجه الى جهود ملموسه من الحكومه الشرعيه لاعاده تفعيل عمل المؤسسات الحكوميه. فالبدء في معركة البناء وترميم ما خلفته الحرب من تخريب ودمار طال المرافق الحيوية والبنية التحتية وتفعيل عمل المكاتب الحكومية في المديرية من أهم المطالب الملحة للمواطنين في مرحلة ما بعد التحرير. وأرى أنه من الملح هو بسط سلطة الدولة في المدينة وضواحيها، هذا شيء أولا. ثانيا العمل على الارتقاء بالمرافق و أحياء البنية الأساسية والبنية التحتية من جديد كالكهرباء والمياه والخدمات كامل وبالذات الصحة. إذن هكذا يعلق هؤلاء آمالهم بعد تخلص مناطقهم من قبضة الميليشيا، على مطالبهم أن تجد آذانا صاغية من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.